اليوم على الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية. نظرا كان واحد المرسوم وخرج المرسوم، درنا طلب مقابلة مع السيد المدير بغينا نعرفوا استفسار، لأنني غتولي إجبارية. هذه إجبارية لسائق الطاكسي، ملي غيولي ما عندوش واحد الكيطونز ديال الضمان الاجتماعي غيولي ما غيسوقش، خاصو ضروري إجباري. درنا واحد طلب مقابلة مع السيد المدير وما استجبش لينا. علاش ما استجبش؟ باش نعرفوا استفسار ديال شحال غيخلص هذا المهني في القدرة ديالو. كاين اللي كيريح 15 يوم، يريح 4 ايام، ما كيخدمش. السائق راك عارف الظروف بحال الموقف. درينا مني ما كانت استجابه، السيد رئيس الحكومه صرح بانني اعطى الطلبه والمحامين والطب بان التغذيه الصحيه من هذا الشهر، ولكن سائق طاكسي سياره الاجره الولايه الثانيه ربما يكون شي حل. درينا باش نخرجوا للشارع باش نطالبوا الحقوق ديالنا، بانني سائق طاكسي تيأدي واحد العمل ليلا ونهارا للمواطنين، للوطن والمواطنين، ولكن سائق طاكسي ما مستفد حتى من شي حاجه. ما عندوش حقه، ما عندوش الحق ديالو لا في التغذيه الصحيه في الضمان الاجتماعي من الوعود الحكومه السابقه اللي درج جطو من 2007 الى يومنا هذا. ما عندناش، ما كاينش حل. 36 عام وانا سوق الطاكسي، ما عندي لا كيس، وعدنا غلاب وسينا معانا، قال لك غادي ديروا البطاقه المهنيه وغنعطيكم لا كيس، ما عطانا والو، كذب علينا، قال لك غنعطيكم الشكل الاقتصادي، ما كاين والو، التغذيه الصحيه ما كاين والو، وعندنا سيبور ديال الطاكسي. هاد السيمانه راه مات ولادو ضاعوا، ديما كنجمعوا لي حنا، وراه كيطرى بيه غيطرى بينا. انا بعمري 53 عام، 56 عام وانا سايق الطاكسي، وبينا ولا كيس، وانا ضعت، انا دابا ضحيه، وراه عندنا الشيفورات اللي باقيين الله عندهم 20 عام، يقادوا الميزان، شي من هك وشي من هك، حنا ما غاديش نعزلوا، الصغير يدوز مع الكبير. ولا ما كانش الحلول، راه غادي يكون واحد النضال اللي هو طويل. التفاهم ديالها والتعاون ديالها من اجل انجاح هذه المسيره الاحتجاجيه السلميه. الوقفه اللي كيف ما عبرنا هي كتجسد في السخط ديال المهنيين ضد الحقره، ضد السويف، ضد الاقصاء، ضد التهميش، وهذا من خلال التصريحات الحكوميه حول موضوع اللي اثار الجدل ما يزيد على 7 سنوات. وهذه اشكاليه خطيره جدا، ان قطاع اللي هو ناضل يعني من 2007 الى حدود 2009 باش ياخذ حقه مكتسب من اجل انه باش يولي اجير في هذا الصندوق، لانه القانون كيمنع الناس اللي ماشي اجراء، فهذا قانون مكتسب صادقت عليه الحكومه. ولكن المراسيم باش تعطل غير باش يدوزوا قطاعات اخرى اللي هما بحال الاطباء والمحامين يسبقونا حنا الاولين. والامر باقي متعلق برئيس الحكومه الان حول الواجبات الانخراط، حول كيفيه ديال الترتيبات التقنيه حول تفعيل هذا القانون هذا اللي هو غادي يكون كما جاوبونا المسؤولين في هذه الاداره في شهر ابريل ان شاء الله، لانه هذيك الولايه الربيعيه ديال التشريع. اذا هذا غادي يبقى عندنا مسلسل اخر نضالي مع الحكومه. مشروع انخراط السائق المهنيين في صندوق الضمان الاجتماعي طرح وتسوى في مشاريع القانون 98 15 و 95 15 اللي صادق عليه الحكومه في اخر جلسه ديالو في 7 يناير. وهاد التسويه دارت في اطار شمولي، وهاد القوانين تيشملوا جميع غير العملاء الغير الاجراء، دونك التغطيه ديالهم داخله مع الفئات العريضه ديال العمال الغير الاجراء. الضمان الاجتماعي مستعد كل استعداد باش تطبيق القوانين والمراسم التطبيقيه حين بروزها للوجود.